النهارده جايين يعني نقضي يوم جميل مع يعني في عيد اليتيم عشان ندعم الاطفال او اي حد يتيم كده، وهنلعب معاهم، هنحاول نفرحهم، هنحاول احنا يعني نقضي يوم جميل مع بعض. اكيد هيبقى يوم كويس يعني. وانا كنت جاي عرفت بالصدفه في الطريق يعني ان هو فعلا يوم اليتيم، فقلت كويس ان احنا جايين نقضي يوم وجايين نكمل معاهم يعني اليوم ده، وان شاء الله يبقى يوم كويس. الحمد لله احنا اتبسطنا جدا وفرحانين قوي، يا رب دايما اليوم دوت يتكرر كل سنة. واحنا فرحانين قوي والناس اللي كانوا معانا فرحونا جدا. النهاردة الصراحة كان يوم حلو قوي، كنا طبعا جمعية خيرية وكده طبعا الايتام والكلام ده، وجابونا دريم بارك، فانا حبيت اشارك معاهم. فجيت هنا وشفت الملاهي كلها، بس لقيتها حلوه جدا وفيها ديسكفري، وكل الملاهي حلوه جدا، واهم حاجه المعامله كويسه جدا، وكيانها كله يدعم ويبقى لهم دور مع الطفل اليتيم ويرعوه من بدايته وينموا فيه الامل. احنا كلنا لازم نعيش بالامل في مصر، واتمنى ان يكون لهم مستقبل باهر، وهم هيطلع منهم كوادر ان شاء الله يعني طيبه يعني ان شاء الله باذن الله. احنا جايين رحله عاديه خالص مجموعه مع بعض، بس اتفاجئنا باللي حاصل والاحتفال الجميل اللي هو معمول دوت. حبينا نشارك حتى لو مش الدعم مادي، لو معنوي، ابتسامه، حاجه تفرح الاطفال الجمال اللي احنا شفناهم دمت، ونتمنى من ربنا ان هم يكونوا في اعلى المناصب، نتمنى ربنا يوفقهم، نتمنى لهم احلى حياه، حياه سعيده، حياه مشرقه، ربنا يسعد ايامهم كلهم. كل جمعه مش شرط اول جمعه في ابريل وكده نحتفل باليتيم، وده واجب اخلاقي وديني وكل حاجه يعني. ربنا يحفظ مصر يا رب. داخلين فجاه لقينا احتفالات ولقينا موسيقى واغاني جميله واطفال كتير جدا. بصراحه احنا كنا في منتهى السعاده لما شفنا الناس والفرحه اللي في عيون الاطفال الجميله، وكان يوم فعلا جميل والناس هنا مستمتعه. واحلى حاجه الفاجأة اللي احنا اتفاجئنا بيها هنا كانت مفاجاه جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين وربنا معاكم، وعرفنا نساعدهم حتى ان احنا نرسم البسمة على وشوشهم، دي تكون حاجة كويسة. وكل سنة وهم طيبين.